هنطبخ ايه اليوم يا تاليا؟ مش عارفه، بس انا عايزه اكله مصريه. طيب ايش رايك نشوف كتابنا الف طبخه وطبخه؟ اوكي تعالي نشوف. مش اكله مصريه. الكشري. تبغى نسوي الكشري؟ اه بس على فكره احنا في سبيستون مام ترى عندنا حكايات وقصص غريبه عجيبه، منها إنه الكشري مو مصري. الكشري مش مصري؟ لا مو مصري، تخيلي. طب هو إيه؟ طيب إيش رأيك نعمله وأقول لك الحكاية؟ طب إيه رأيك قبل ما نعمله تقولي الحكاية؟ لا حنعمله وبعدين أقول لك الحكاية. يلا. طيب يا تاليا، وعندنا هنا كل مكونات الكشري جاهزة، حنبدأ. ممكن تقولي لي قصة أبي؟ طيب خلينا أحط العدس، حطي المكرونة معايا. المكرونة كده صغيرة قوي. أيوة حنحطها عندنا هنا ولا هنا؟ إيه حطيها هنا. حنحط أول شيء المكرونة وحنحط العدس وحنسيبهم انسلقوا. أوكي بقى قولي لي قصة. حشيل هذا عشان عندنا لسه. أمسكي. حنسيبهم ينطبخوا هنا وحنكمل مع بعض. احطها هنا؟ ايه هنا. هذه حطي لي هي هنا عشان حنسوي فيها الصلصة، وهذه حنحطها هنا. حنعمل اول شيء الشعيرية، حنحمرها. لا عاوزة الزيت اول. عندي بس بسرعة هنا بسرعة عشان بس عندي هنا قصة. هحكي لك القصة. عندي هنا الزيت اللي قلينا فيه البصل عشان نزيد النكهة حقت الكشري. دحين حطي لي الشعيرية يلا، بس مو كلها، شوية. حنحمصها لين يصير لونها حلو. بس يقال إنه الكشري يعود للحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى من زمان. صح. جداً صح، الحرب العالمية الأولى لما جو العمال الهنود مع القوات البريطانية أثناء فرضهم الحماية البريطانية على مصر عام 1914. من زمان جداً. بس إيه اللي دخل جنود الهنود في الكشري؟ هقول لك دحين. قلبي لي الشعيرية، هنضيف الرز. يلا دحين هضيف الرز وحتقلبيه. اوكي كملي لي بقى القصه. هكمل لك. قلبي كويس. طب واحنا ليه بنحط الشعريه والرز مع بعض؟ عشان يطلعوا طعم. طب هو الكشري كمان زمان كان زي الكشري كده دلوقتي؟ طبعا لا. طبعا لا. هقول لك خلاص، هنسيب الرز ينطبخ. اوكي وحنسوي الصلصه. هنا حتساعديني، أعطيني كمان من الزيت اللي قلينا فيه البصل عشان نزيد النكهة. حنحط أول شيء الزيت، بعدين حتعطيني البصل. يلا أعطيني البصل. أعطيني البصل. مش بحب البصل. حنحطه، حتحبيه دحين، ما حيبان طعمه كتير. كله؟ أيوة. حنقلبه مع بعض. تعرفي يا تاليا، بحكم إنه المصريين اجتماعيين ويحبوا الناس، فدخلوا في العمال الهنود وأخذوا منهم أكلة الكشري. وعملوا إيه بقى؟ المصريين طبعاً ضافوا إضافات كتير زي الصلصة اللي إحنا بنعملها دحين، وزي الدقة اللي أنا حضرت لك هي. فعندي دحين الصلصة. أنا الصراحة أكتر حاجة بحبها في الكشري الصلصة. تحب الصلصة؟ أنا كمان صراحة أحبها، تعطي كده نكهة لذيذة. وأصلاً أنا أحب أكلة الكشري لأنه كده أكلة نباتية ما فيها لحوم، وأولادي أصلاً مرة يحبوها، وسهلة وتتحضر بسرعة، فأحب دايماً أعملها في البيت. بس أنا صراحة ماما مش بتعملها لي خالص في البيت. ليه؟ مرة سهلة. هي مش بتحبها. أجل أنت اليوم حتدوقيها من يدي غير.
بس انا الصراحه جدتي هي اللي بتعمل كشري حلو جدا. حلو مره. يعني اكيد المصريين صراحه فنانين في الكشري. اه طبعا. طيب عشان كده احنا كنا حاسينه انه مصري. آه. بس طلع كده هندي على مصري مش عارفه يعني ميكس كده. طيب دحين حنضيف البهارات. حنضيف الثوم والبهارات. طب والملح حنضيف. يلا ضيفي لي هي. مظبوط ملح وحنحط كمون اكثر شويه. صح. حنضيف الكمون شويه. فلفل اسود برضو مش بحبه. تالي انت تحبي ايش قولي لي؟ لازم تقولي لي. طب تحبي ايش؟ بصي بحب كل حاجه بس مش بحب البصل خالص والفلفل الاسود. ايش كمان؟ طب عندي سؤال، لو كان البصل مطبوخ يعني ما راح تحسي بيه؟ انت ما تحبينه عشان طعمه مره قوي صح؟ بس لو كان كدا. بس لو كان كده مطبوخ في الطبخه وما كان فيه طعم قوي يعني ما تحسيه به. اوكي لو مش هحس بيه بس كده كرانش. هقول لك شيء، هقول لك شيء، سر الاكل اللذيذ حاجتين. ايه؟ البصل والثوم. لا الثوم ماشي بس البصل. البصل والثوم كل الاكلات فيها، او خلينا نقول اغلب الاكلات اللذيذه فيها بصل وثوم. انا صراحه اكثر شيء احبه تعرفي ايش؟ إيه؟ الثوم. وانا كمان. انت عارفه انا بعشق الثوم. اخيرا اخيرا اتفقنا على حاجه نحبها. بعشق الثوم. الثوم احطه في كل اكلاتي، في كل اكلاتي. يعطي كده نكهه مره لذيذه. صح. دحين اخر شيء عندنا حنضيف الخل الابيض وخلاص. حنسيب كل حاجه تنطبخ. على فكره ما كان اسمه وقتها كشري، كان اسمه كوتشري. كوتشري؟ صح كان اسمه كوتشري. طيب تاليا انا متحمسه ادوق الكشري حقي، بس اول شيء سبيستون مام حضروا لنا لعبه حنلعب انا وانت مع بعض. اوكي. انت عندك سؤال حتساليني هو، وانا عندي سؤال حسالك هو، حنفتحها مع بعض. انا جاهزه. يلا. واحد. ما شفتش حاجه. واحد اثنين ثلاثه. يلا انا حسالك، ايش تبغي تصيري لما تكبري؟ بيجيلي السؤال ده كتير. سؤال صعب جداً. صح؟ عارفة. يعني انا لسه صغيره فانا الصراحه مش عارفه. مش عارفه. لسه ما تعرفي ايش تبغي تصيري؟ اوكي عادي. يلا سأليني. امتى بداتي الطبخ؟ وانا عمري 9 سنين. 9 سنين؟ 9 سنين. يس. كنت صغيره كده؟ ايوه. طبعا كنت احرق الاكل كثير يعني اكيد ما كان اكل فنان. طيب. بس اكيد كان حلو. صراحة يعني. طيب حنبدا الان نسوي الكشري حقنا، وزي ما قلت لك في بداية القصة انه ما كان اسمه كشري، كان اسمه كوتشري. كوتشري. بس لما اخذوه المصريين ابدعوا فيه وغيروه وصار اسمه كشري. فالان انا ابغاكي انت تساعديني تحطي المكرونة. وطبعا يا تاليا لما انتشر الكشري في كل احياء مصر وصل لحي كان في أقلية إيطالية، فالإيطاليين ضافوا إيه؟ المكرونة طبعاً. المكرونة. فحنحط دحين عندنا الرز جاهز، حنحط فوقه المكرونة بس، وحنحط فوقه العدس. وإنت حتحطي لي البصل. مش بحبه. إنت حطيه. طيب حاضر، ما حخليك تحط البصل. طب أنا هحط مرة كده شوية عشان إنت ما تحب البصل. ولا حتى الكريسبي؟ لا ابدا. طب خلاص في اوحش. اوحش اوحش. طيب خلاص ما ححطه. حنحط الصلصه عشانك بتحبيها. هحط لك كتير بقى. طبعا بتحبي الثوم فحتحطي دقه. ها. اه طبعا. يلا حطي الدقه شويه كده بس. وهذه اكلتنا صارت جاهزه وبس كده. انا اصلا كنت حاسه ان الكشري اللي هو لما تعمليها في البيت صعب جدا. لا شفتي كيف سهل مرة جدا. مره سهل، مره سهل وبسيط. وكمان في طريقه اسهل بجد، تقدري تطبخ كل المكونات مع بعض بس كده. بس كده وتحطيه بقى. صار عندنا اطعم كشري، ايش رايك؟ طيب شكله. هتجربيه وحتقولي لي رايك. اوكي. حق اطعم ولا حق تيتا؟ هنشوف. يلا اعطيكي ملعقه. يلا جربي. لا خدي من الصلصة يا غشاشة. استني بعدين تقولي لي مو طعم وانت ما اخذتي صلصة.
حقي أطعم ولا حق تيتا أطعم؟ حلو جدا. نجحت في أول طبخة؟ نجحتي أكيد؟ أكيد أكيد أكيد. بس أنا كده اتلخبطت. ليه؟ هو الكشري إيطالي ولا هندي ولا مصري؟ شوفي، هو بدأ أصله من الهند، ولكن بما إنه المصريين ضافوا عليه وغيروه وخلوه أطعم، فحنقول الكشري مصري. إيش رأيك؟ أوكي. وعشان إحنا لسه في مصر، فأنا حأخذك معايا لحلوة مصرية لذيذة ومتأكد إنك أنت تحبيها، ويقولوا سرها الانتقام. يعني إيه الانتقام؟ حقول لك دحين. أوكي.